السلام عليكم ورحمه الله مرحبا بكم معي مجددا في قناه عالم منال اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الاكله تركيه كيسميوها فخاره اللحم باللحم والخضره كيف ما كتشوفوا كتجي زوينه بزاف وطريقتها سهله بزاف وصراحه اكله متكامله وغنيه بالفيتامينات كيف ما كتعرفوا اللحم مع الخضره غادي نخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير بسم الله بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا اللحم اللحم الغنمي ولا البقري اللي بغيتو زيت الزيتون فلفل اسود فلفل احمر زنجبيل الملح اوراق الغار ثم شويه ديال الثومه مجففه إذا كانت عندكم بالنسبه للخضار غادي نحتاجوا طماطم فلفل احمر اخضر ثوم أه، بصل باذنجان وبطاطس فلفل حار إذا بغيتوه بالنسبه للخضار اختاروا الخضار اللي بغيتو انا اختاريت هذا الخضار وهذه الفخاره اللحم الخضار الاصليه ديالتها هي هذه غناخذوا الكوكوت او طنجره الضغط هذه المرحله كتبقى على حسب اللحم إذا كان عندكم اللحم يعني ما الطياب بزاف راه كتقدروا ديروها نيشان في, الفران الا كان كيشد شويه الطياب كديروها في الكوكوت واحد خمسة دقائق كديروا اللحم تضيفوا ليه شويه ديال زيت الزيتون شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود وواحد ربع كاس ديال الماء كاس صغير كيف ما قلت لكم هذه المرحله كتبقى اختيار على حسب اللحم صافي كديروها فوق النار تكون هاديه لمده خمسة ديال الدقائق كتجيبوا الفخاره او هذوك الطواجن ديال الطين انا غندير هاد الاكله غنديرها فردين. طواجن فرديه الى عندكم طاجين كبير ماشي الطواجن ديالنا ديال المغرب الطواجن اللي كتدخل الفران صافي كتبداو توزعوا هذيك الخضره بالاختيار ديالكم واحد ما غنديرش فيه الدنجال حيت انا اللي كنبغي الدنجال بهذه الطريقه كتوزعوا هذيك الخضره والثومه ما كتقطعوهاش وحتى البصله ما كتقطعش كيبقاو بحال هكذاك صافي كتوزعوها بهالطريقة الطريقه وتخشيو هذيك البصله مع الخضره صافي وهذاك ورق الغار كتخشيوه ورق الغار هو ورقه سيدنا موسى كتاخذوا هذوك التوابل تخلطوهم مع بعضياتهم صافي وتبداو تديروهم فوق الخضره صراحه اكله سهله ما صعيباش سهله بزاف ما كتاخذش الوقت بزاف كنوع من انواع التغيير صافي في هاد الاثناء اللحم ديالي راه غير دخلوا الطياب غير شويه يعني ماشي كطيبوه كطيبوه آه كما قلت لكم هذه المرحله الا كان اللحم عندكم كيشد شويه ديال الطياب الا كان اللحم صغير وما كيشدش الطياب راه تحطوه نيشان مع الخضره وراه كيطيب صافي كتحطوه فوق توزعوه فوق هذيك الخضره وهذيك لاصوص ديالو بطبيعه الحال كنديروها فوق من الخضار واللحم كنجيبو زيت الزيتون اللي بقى لينا وكنديروه فوق منه كنجيبو ورق المطبخ ونديرو فوق ورق الالومنيوم كنسدو مزيان باش ما يدخلش ليه الهواء باش يطيب لينا بسرعه انا راه كنت تدرت ورق الالومنيوم نسيت ورق المطبخ ما درتوش وعاودت حيت ورق الالومنيوم و وجبت ورق المطبخ باش نديرو صافي كتحاولوا تسدوهم مزيان كيف ما قلت لكم باش ما يدخلهمش الهواء يعني باش يطيبوا بالزربه وفي هذه الاثناء كنكونوا سخنا الفرن على مئة 180 درجه كيطيبوا لينا تقريبا شي نص ساعه دابا في هذا الاثناء وحنا كنتسناوهم يطيبوا غنمشيو باش نوجدوا العجينه ديالنا كاس صغير ديال الدقيق الابيض شويه ديال الخميره شوية ديال الملحه عجينه عاديه وما كتحتاجش تعود ليك وكميه قليله يعني حيت دايره طواجن صغيره ماشي كبيره بزاف يعني درت كاس صغير ما عامرش بزاف صافي كتعجنوها بهاد الطريقه بحال عجينه الخبز عادي فهاد الاثناء راه خداو ليا الطواجن نص ساعه شوفوا معايا ما تخليهمش تينشفوا تماما كتخليو فيهم هذيك لاصوص اللي كتبقى شويه صوص ثقيله شويه والعجينه ديالي ها هي عجنتها كيف ما قلت لكم العجينه ما كتحتاجش دليك بزاف غير كتجمعوها ديروا لها شويه الزيت باش ما تبقاش تلصق شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش داير راه مشى ليا الفيديو وريتكم القو... القوام ديالها ولكن تمسح ليا الفيديو يعني عجينه خفيفه وفي نفس الوقت ما ما تقيلاش يعني ما خفيفاش بزاف وما تقيلاش بزاف صافي كنديروا دائره جوج دو... ديال الدوائر كنبداو نبسطوا فيها بحال هكذا وكرشو سطح العمل بالدقيق باش ما تلصقش لينا صافي كديروها دائره على قد دائره ديال ديال الطاجين في هاد الأثناء كناخذوا أصفر بيضة مع معلقة صغيرة ديال الخل و نحركوهم مزيان صافي و كنعريو هادوك الطواجن و العجينة ديالنا ونحطوها فوق منو بحال هكذا صافي كناخذوا البيض كندهنوها من الفوق كيف ما قلت لكم راه ساهله ما صعيباش والعجينه ما كثيراش يعني كديروا كميه قليله ديال العجينه حاولوا تدهنوا تل الجوانب باش يتحمروا تهوما صافي كرشوها بشويه ديال الزنجلان اللي هو السمسم وشويه ديال الحبه السوداء غنمشي باش ندير الطاجين الثاني بنفس الطريقه ناخذ دائره كره من العجينه ونبسطوها بنفس الطريقه دائما الدقيق في سطح العمل باش ما تلصقش لينا العجينه حيت العجينه شويه مرخوفه صافي نعريو الطاجين ديالنا كيف ما دائما لاصوص تكون ما يكونش ناشف ما تخليوش ينشف بزاف صافي ونحطوها فوق من الطاجين ونبداو ندهنوها بنفس الطريقه تاهي هي بالبيض الجوانب دائما باش يتحمروا تاهوما صافي وغادي نرشوها بالسمسم وبالحبه السوداء في هذا الاثناء كنكون شعلت الفرن ديالي على 180 درجه وكنخشيوهم في الفران أه كيتحمروا بسرعه غير يتحمر لينا وكنخرجوهم يعني واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه ما تغفلوش عليهم دائما بقاو حدا الفران كيف ما كتشوفوا هما هادو آه خداو ليا كيف ما قلت لكم ربع ساعه انا رحمرتهم زدتهم شويه في التحمر ولكن ماشي مشكل انا دي ديما كتعجبني الحاجه تكون محمره مزيان صافي ها هما كتحلوهم بهذه الطريقه الصراحه كيجيو زوينين واللحم جا طيب مزيان داكشي باش قلت لكم إذا كان الحم عندكم كيشد الطياب سدوا عليهم واحد خمسة دقائق في الكوكوط إذا ما كانش كيشد الطياب صافي طيبوهم نيشان وبهذا الفيديو ديالي رسالة إلى عجبكم ما تنساوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد